لي فترة يا جماعة الخير وأنا قاعد أشتغل في الشمس وجدد في المرسيدس الأول والمرسيدس الثاني، وقبل كنا قاعدين نجدد في الزد، ما كنا نعرف عن المحاكي. المحاكي هذا يا جماعة الخير شيء يشبه الحقيقة، نسخة طبق الأصل، نسخ الواقع إلى أسلوب افتراضي. تقدر تشوف السيارة وتقدر تشوف فيه التكاليف. حلقة اليوم حلقة مختلفة مرة، فقبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على لايك وتشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات، وخلنا نستمتع في المحاكي الرهيب هذا، محاكي تجديد السيارات. طيب يا جماعة الخير، الشيء اللي قدامي او اللعبة اللي قدامي اقسم بالله العظيم شيء خرافي مرة. متخيل انت جديد السيارات بنفس الاسلوب، يعني حتى المسمار اذا جيت تفكه موجود داخل اللعبة. اللعبة هذه اصلا اللي مسويها هم مجموعة من الميكانيكيين مجتمعين عشان يطلعون اللعبة هذه. متخيلين اللي يستخدمون اللعبة هذه او المحاكاة هذه، عفوا مو لعبة، المحاكاة هذه، التعليم الميكانيكيين الموجودين في احد الجامعات. تعالوا خلينا نشوف سيارة اليوم. سيارة اليوم يا جماعة الخير سوبرا يا الربع، ولكن الاسم مو حاطينه لان يقولون فيه حقوق، اتوقع انه زي كذا، ولكن سوبرا بمعنى الكلمة. من الصفر للأخير يلا نبدأ. طيب أول شيء نشوف السيارة، نشيل الماكينة، ولكن شوفوا كيف الدقة يا جماعة الخير. لو جينا نبغى نشيل الماكينة لازم نرفع السيارة بالأسلوب هذا لين ترتع فوق. يا سلام، نجي من هنا شوفوا عندنا الجير هنا، شوفوا يا جماعة الخير، يا سلام شوفوا، لازم نفك الجير تمام عشان نقدر نطلع الماكينة بالرافعة. نجي هنا نفك وشيل العمود هذا، عمود الكرنك هذا يسمونه، ولا ما أدري يسمونه، نسيت. شوف كيف الفك، يا سلام شوفوا هنا، شوفوا الجهة اليسار هذا هنا نبخ عليه بخاخ صدى ونفكه. الحين فكينا العمود، بعد يا جماعة الخير نفك الجير، طبعا راح نفكه ونغير السيارة ونجددها من الصفر. طيب فكينا، بعد نفك القطعة هذه شوفوا يا جماعة الخير كيف، يا ساتر يا ساتر يا الدقة يا ساتر، يا سلام نفكها. اوف الماكينة كلها يبغى لها تغيير، والله يبغى لنا نغير قطع واجد يا الربع. يقول اول شيء في شيء يخاف، دامني طلعت هذا يكفي. طيب نفك الكراسي هنا، بسم الله الرحمن الرحيم نفكها، مصدي ارش عليها بخاخ، نفكها بسم الله الرحمن الرحيم ونطلع هذا، بعدين نجي هنا يا السلام وبرضه بنفس الحكايه نطلع الربله حقته ونروح للربله الثانيه اللي موجوده في الزاويه هنا ونحط عليها بخاخ الصدى، برضه نفكها تشيك تشيك برضه، ونروح الحين اللي قدامه اللي هي الاخيره بس، وطلعنا الحين هذا. طيب الحين اتوقع يمدينا نشيل الماكينه لحالها. طيب ننزل السياره يا الربع بالشكل هذا، يا ساتر والله العظيم واقعيه بشكل مو طبيعي. طيب لو نبغى نطلعها خلينا نجيب الرافعه، طبعا هذه ترى كلها تعبت وانا قاعد اجمع الفلوس والاشياء ذي، يعني ما جت من الباب لطاقه، لا والله عرقت يا اقسم بالله العظيم اني اتكلم معكم جد. طيب نجي هنا يا الربع نسوي هذه عشان نطلع الماكينه، يا سلام شوفوا شال الماكينه. طبعا انا توني مسوي البيت هذا ولكن قلت خلني اخلصه بعدين اجي اوريكم اياه. بعد نجي هنا، بعد نقول له ضف لنا الماكينه، هذه ماكينه السياره، اوه فيها تيربو بعد هنا، شوفوا التيربو. اوكي حطينا الماكينه على الشكل هذا، شوف هنا التيربو خربان، وين تيربو تصدقون، وين تيربو، ايوه هذا تيربو هذا تيربو. طيب شوفوا الدرابكس، ها ناظر هنحرك الماكينه كذا، يا سلام نبدا نفكك الماكينه يا جماعه الخير. فيها برضو بعض القطع الناقصه، طبعا الماكينه السياره هذه انا ماخذها من التشليح، يلا طلعت لي والله بخاخ صدى، يا سلام. بعده لا ما نفك هذه، نيجي من هنا نفك الغطاء هذا. تنصحوني اغير كل شيء يا الربع؟ كل شيء اغيره؟ والله معي فلوس تشتري يعني كل شيء، بس تنصحوني اغير كل شيء؟ الا خلينا نغير كل شيء عشان نشوف السياره كم بتجيب. شوفوا الحين معنا فوق 53,000، لو بعنا كم بتجيب؟ تخيلوا يا عيال اقدر ادخل مرسيدس هنا واسوي عليه الصيانه، يا الله والله بفتك من حساسيه الشمس قسم بالله بشكل كبير. طيب نفك السير، شوفوا حتى الترتيب يقولك ما تقدر تفك هذا قبل هذا، شوف يجي عليه احمر. شوف يقول اول شيء تفك البكره هذه، بعد ما تفك البكره تفك هذا، بعدين تحلل المسامير هذه المسمار هذا، يا سلام. بعدها وشوف شو يقول لك، يقول لك الله يسلمك عشان تفك فك هذا اللي تحت اول شيء، في صدى اذا برتقالي يعني في صدى، يا سلام طلعناه يا الربع. نفك السيفون، اوف السيفون وسط مره. طيب اوه الدينامو، غير الدينامو، اوه مساميره كلها مصديه الدينامو، نرش عليه بخاخ صدى، يا سلام نرش الثاني، بعد نفك بسم الله نطلع الدينامو. والله في اشياء كثيره راح نركبها في السياره. طيب هنا نشوف كيف نطعها، نجي هنا نفك هذه يا الربع، بعد ما نفك هذه اتوقع شوفوا نجي هنا ثاني نفك البواجي، نفك اوه في كويل واحد بس، طلعينا بنشتري كويلات، كل الكويلات بنشتريها. شوفوا الحين بوريكم كيف نشتري، قسم بالله يا جماعة الخير شبه واقعية بشكل مو طبيعي. طيب بعده، طيب في هنا مسامير ما فكيناها، هذه يبغى لها بخاخ صدى، بعد هنا برضه اوه هنا فيه اتوقع اللي فوق، ايوه يبغى له بخاخ صدى، والله كنت حاسس. شوف حتى البخاخ يا اخي ما شاء الله عليهم يا ولد،
شلنا اللي هو عمود كرانك هذا صح؟ كرانك حق الماكينة؟ لا مو عمود كرانك هذا، شو اسمه؟ طيب نيجي من هنا. صح صح، من هنا من هنا. نسحب دقيقة، مو البساتم نسحب. طيب خلنا نقلب الماكينة. نبدأ نفك تيربو ذا. والله توين تيربو أتوقع. أكيد كبرى. أكيد بيكون فيها توين تيربو. يا سلام. بعد نفك ذا، والله فيها أشياء كثيرة متاهية يا عيال. والله بيفيد بيفيد الشخص اللي حاب يتعلم ميكانيكا اللعبة ذي يمه. حسها ما شاء الله واقعية. بس ايوه نفك الراس. واو نقلب الماكينة قبل ما نفك الراس. مطي علينا. طيب كذي ولكن يكون في مسامير. تمام. خلينا نفك المسامير كلها. يا سلام هذا الرش عليه بخخ صدى. ونطلع الحين الهد هذا حق المكينة. الراس كامل. يا سلام فكيناه. الحين نقدر نطلع البساتم. احنا مرتاحين. يا ساتر شوفوا كيف سودا يا عيال. والله سودا مرة البساتم. اخر بستم طلعناه. وهنا اخر بستم. بعدها شوفوا نقلب المكينة كذا. يا سلام نطلع هذا. بعده شيل الماكينة كاملة. شوفوا يا عيال بعد ما سوينا هذا الحين فككنا الماكينة احنا صح؟ طيب خليني اوريكم. تبغون نفكك السيارة كاملة ولا نرجع ولا لا 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 خلوني اوريكم. تعال شوف تسوي كذا بعد تروح هنا شوف القطع هنا اعطيك اياها بالنسبة يعني شوف يقول هذه نسبتها 7% لكن احنا نبغى نجدد السيارة بشكل كامل من الى نبغى ماكيناتها تلق لق. وش نسوي؟ نجي هنا ونضغط سبيس وهنا سبيس يعني كنا احفظها في الشوب بعد شوي بروح اشتريها من المحل. شوف كل قطعة قسم بالله يا جماعة خير كل قطعة كأنها حقيقية مرة. طبعا في قطع ناقصة بعدين نعرفها بوريكم كيف بدينا وكل شيء كل شيء كل شيء بنغيره جديد. نبغى السوبرا تطلع فخمة مرة حتى الجير جديد. والله بتكلف تدرون والله بتكلف مبالغ قائلة. طيب أول شيء نجي هنا شوفوا عندنا هنا أو من الأيباد ذا أدخل الموقع هذا. تمام بقول له عطني اللستة. شوف هذه اللستة كلها اللي تونا حطيتها. نجي عند أول واحد هنا ونطلب أو هذا المبرد اللي تحت. أوكي يلا نطلب المبرد بعدين نرجع لللستة من جديد. أوف 2000 يا عيال يا ساتر. طيب ما في مشكلة والله بنطفر. أوكي هذا يبغى منا 6. طيب تمام نجي هذا برضه يبغى منا 6 بساتم. طق 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 طق. اتوقع السوبرا ذي بتجي فلوس واجد والله. اوف الهد 1200. طيب حنا خلصنا 6 اشياء. طيب نجي عند هذه حقت اللي تشبك مع التيربو نطلب لنا تيربو جديد. لا لا الماكينه ابغاها جديده مره. بس هنا هذه 4 حبات يبون. لا راح نزيد اكثر من 4 حبات في اشياء ناقصه. هنخليها يا جماعه خير 12 لاني متاكد ان في اشياء ناقصه داخل الماكينه. هذه 2 يبغون نشوف هنا في 2 اكس هنا. هذه في الكهرب. هذه في الكهرب. احفظوها خلنا نحذف هذه نحذف هذه نحذف هذه نحذف هذه نحذف هذه. هذه في الكهرب قلنا نرجع لهذه وهذه برضو في الكهرب. هذه مو في الكهرب. هذه يبغون 2 وسير برضو ناخذنا سير وناخذنا البكره هذه وناخذ برضو هذه. والله ما ادري ايش القطعه ذي. هذه خلصناها هنا وناخذ هذا. هذا وش حق مكيف؟ اتوقع عليه اسم. هذا حق فلتر الزيت. هذه برضه مو هنا. طيب نجي عند هذه مو موجوده. هذه مو موجوده. هذه اخذناها نحذفها. اخذناها نحذفها. هذا اخذناه وهذا اخذناه وهذا اخذناه نحذفه. نجي هذا اخذناه برضه. هذا برضه اخذناه نحذفه. نجي هذا في الكهرب ناخذ هذه وناخذ هذه. تمام ونجي عند هذا السير. طبعا كل سير يختلف. هذه بنطلب منها واجد لاني انا متاكد انه بنستخدمها واجد. جير طلبنا جير اتوقع ولا يلا خلنا ناخذ جير. والله اتذكرني شاري جير بس يلا. لا هذه واحده كيف واحده واحده. هذه اللي تجي في قدام. هذه واحده هذه واحده. شوف يا جماعه الخير تمام الحين شرينا الاغراض صح. نرجع للماكينه من جديد نروح نركب القطع ذي داخل الماكينه. نجي هنا دقيقه ممكن انا حطيتها هنا. دقيقه ايه صح فكك الماكينه ذكي انا اجي اركب على طول المفروض. دقيقه ايوه هذه الماكينه موجوده. يا الله ما انتبهت والله. اجي هنا اقول له تركيب. طبعا الحين نبدا نركب الماكينه نضغط كذا. هذا الجرم حقنا. يا سلام قطع اصليه كل شيء جديد. يا سلام 100%. يا سلام دينامو. الدينامو يبغى نطلبه. ما شرينا اغراض الكهرب. طيب اغراض الكهرب يا جماعه خير هنا. نجي هنا نروح للكهرب بعدين نضغط كذا. البواجي كم هي 6 ذكرنا 6 السوبرا. هذا يبغى لنا 6 دينامو بس نتوقع. طيب نجي الحين نركب هذه. لا كذا تركيب ركب هذه تونا شارينها جديد. شك شك والله بنقلب ماكينه جديده مره بعد خير والله حقيقي ذا. علمك خطوه خطوه. حلو هذا جديد. نبغى كل شيء في الماكينه جديد ما نبغى ولا شيء مستخدم ولا شيء ولا شيء. سيفون
يا سلام، خلصنا من الجهة ذي، نجي مع الجهة اللي فوق. نركب بستم مع الحقته هذه، ونركب مسمار هنا. شوف المسامير هذه ناقصة، شوف هذه برضه، حتى هذه ناقصة. طلب لنا درس منه، نروح الايباد كذا، آخر شيء حطيناه هذا، نطلب منها خلنا ناخذ 6 تمام، وناخذ من هذه 6 إن شاء الله إنها تكفي يا رب. بسم الله، ركب هذا مع السوسة حقته، نربطه من هنا. يا سلام، نركب هذا الحين جهة ثانية. كل شيء جديد، ما نبغى ولا شيء مستخدم. طيب نجي هنا برضو، ركب مسامير ذي. ولد بطل بطل بطل، ايه اللعبة ذي فازت. تنصحكم والله تحملونها، والله العظيم الناس اللي يحبون التجديد بعد خير. قبل ما تبدأ بسيارتك، إذا كانت سيارتك هنا موجودة أقسم بالله أبدأ هنا في اللعبة. نركب هنا البستم تحت، بستم جديد مع سلسلة جديدة. بعدين نركب هذه هنا، نركب لها واحدة جديدة برضو. هنا بستم، نركب لها المسمار. يا سلام، نركب هذه. والله موزون، طلبنا 6 قبل شوي ركبت معنا. هذه طبعا حتى الاغراض القديمه ترى تقدر تبيعها، الاغراض القديمه كلها تقدر تبيعها. يا سلام، الحين ناقصنا الغطاء. شوف الغطاء انا متاكد انه مو موجود. ايه يب الغطاء مو موجود، نضغط كذا نجيب لنا غطاء مره واحده عشان ما نبلش بعدين. نركب الغطاء. بسم الله الرحمن الرحيم، المسامير، نربط المسمار الاول، المسمار الثاني، المسمار الثالث، والمسمار الرابع. يا سلام. بعد يا جماعه الخير نحرك الماكينه للجهه الثانيه. اوكي نبدا بالراس من فوق، ركب الهيد الجديد. يا سلام يا سلام، جديد كل شيء، كل شيء جديد. السوبرا بندلعها من الى، نخلص اخر مسمار يا الربع. برضو الحين ايش باقي لنا؟ باقي لنا هذا اللي شريناه، العمود ركبناه طبعا، ونربط مساميره برضو. تيك 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 تيك، هذا الحمد لله طلبنا منه واجد، قلت لكم راح نستخدمه واجد. والله حسيت، انا حسيت ان في اشياء تعرفون بعد ما اخذناها من التشريح مو موجوده. اربط. يا سلام يا سلام، باقي هذه. يا سلام، نربط مسامير هبل. نيجي عند هذا برضو، نربط مسمار هنا هنا. طيب البواجي، نسقط له بواجي. يا سلام، عندنا بواجي جديده برضو، الحمد لله اخذنا 6 بواجي كنا عارفين. الغطا مو موجود عندنا، نجيب لنا غطا بعد. يا سلام، طقينا لنا 6 بواجي جديد. بعد الله يسلمكم نحط العمود من جديد، ونركب العمود بنفس الطريقه. هنا ركبنا قطعة قديمة لازم نشيلها، نطلب لنا زيادة لأنها خلصت القطع. بس قبل ما نطلب خل نجي هنا نحذف كل شيء عشان ما نضيع. حذف، طلبنا أشياء واجد والله. نجي هنا نجيب، الحين نروح الأيباد نشوف الليست، طلب لنا 2. بسم الله، أنا حالف إني ما ركب ولا شيء مستخدم. مدينا ركب ترى أشياء مستخدمة وتمشي. أوكي هذه مو موجودة عندنا، لا هذه، لا الكولات موجودة، خل نركب كولات. والله شبه حقيقية، بوريكم شيء ثاني برضه. خلنا ناخذ هذه وناخذ هذه، نشوف هذه موجوده. اوكي هذه برضه مو موجوده. توين تيربو، لا قبل توين تيربو في شيء، صح نركب هذه. بعدها نطلب الاشياء هذه، اوريكم شيء. الحين بنروح نفك الصدى حق السياره كامل. الله يا تيربو استر يا ستار. يا سلام، بعد نروح لايباد يا جماعه الخير. يا شيخ هنا حطيناها احنا، هذه وهذا الغطا وهذا الغطا برضه. بس ركب الغطا هذا. يا سلام، هذا حق الزيت. بدينا نخلص من الماكينه يا عيال. يا سلام، ركب هذا اللي تونا طالبينه. يا سلام، حق القزوز. طيب نجي نركب الغطا هذا. يا ساتر السوبرا والله ناقصه اشياء واجد، ماكينتها كنا حق سكيلان. بس نجي المنطقه هذه هنا، مو موجوده عندي. طيب نطلب الحين، ما عندنا مشكله حبيبي، ما عندنا مشكله. انا جايب فلوس كلها عشان ذا المقطع بس. يا سلام، اوه حق الدعسه. يا سلام يا سلام، اوكي اوكي، امورنا للحين ترى سندتي امورنا حلوه. طيب نركب اللي هنا التروس، حلو جايبين تروس جديد عاد احنا. نجي ورا برضو، هذه موجوده. نجي عند هذه ونركب هذا، ونركب الثالث برضو. كل شيء جديد برضو، في القطعه اللي تشبك في الجير على طول هنا. ايوه والله كان اتذكر مسمار يربطونه هنا، بس يلا في الحقيقه يعني. طيب عندنا هذه قطعة مو موجودة اتوقع. يا سلام، نطلب لنا اياها اتوقع، صفاية بنزين هذا. ايوه فيول فلتر، صفاية بنزين. نجي نركب صاية شيء هنا. المسطرة مو موجودة. طيب اتوقع حتى الجهة الثانية يبغى لها مسطرة. لا اتوقع في السم بس الجهة هذه. طيب نجيب لهم مسطرة برضو، نركبها. ذكر يا اخي المفروض في غطا هنا، عشان كذا احس في شيء ناقص ولا هي كذا. لا في غطا، في غطا، في غطا، متاكد انا في غطا، متاكد. اوكي خلينا نركب سيارة اول شيء. هذا هو الغطا. ايوه خلينا نركب لي تحت. بعد الله يسلمك نروح لايباد، نطلب لنا غطا واحد اصلي،
الركبه فوق. اي مستحيل، انا قلت مكشوفه مستحيل، بس لازم تتغطى السوبارو حبيبي. سوبرا سوبارا. طيب نجي. باقي اشياء، باقي هنا الشداد هذه ولا البكره هذه. اوكي نقفل عليه بشكل كامل. والله يا الماكينه طلعت جديده فرق على القديمه، كل شيء جديد كل شيء جديد. والله العظيم تدرون في المقاطع اللي قبل كلها ما سويت شيء جديد والله، الا ذا المقطع قلت الا قصدي يوم جيت اصور قلت انا ابغى جديد، عشان كذا جمعت فلوس. شداد اتوقع ما عندي. ايوه شداد ما عندي، مروحه ما عندي، نطلبها كلها الان. لاس كذا، يا سلام نضرب اللي قبله. يا سلام يا سلام، سبحان الله يدق. هنا الشداد الركبه، هذا الشداد اللي يشد السير. لو جينا نبغى نفكر بنجي من هنا نقول شو ينفك. طيب اتوقع الماكينه كذا يا عيال جاهزه جديده، ما فيها اي شيء اتوقع. عشان نكشف عليها ثواني، في طريقه اتذكر نكشف كذا. اوكي خلينا نودي هنا، اتوقع خلاص فل 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 فل. في شيء راكب، في شيء راكب اتوقع، في شيء راكب. هنا شو نسوي؟ لا ما نسوي شيء، نسوي كذا تمام. بس هذه الماكينة جاهزة مجهزة، بس خلاص خلي اتوقع نخليه كذا. ايوه نشيل الماكينة نروح نحطها هناك، نقول له ركب الماكينة. الله ليهينك يا شيخ، هذه ماكينتنا. شوف بعد ما عدلنا عليها كل شيء 100% يا الربع، كل شيء كل شيء من اول شيء لاخر شيء. نقول له اوكي هذه ماكينتنا، بعدين نقول له انتر ركب الماكينة. يا سلام. طيب اوريكم شيء، هنودي السيارة المغسلة، نطرح الوسخ اللي في السيارة كلها تمام. نجي هنا يا الربع نغسل السيارة، يا سلام، عشان نشوف لونها ونشوف ايش فيها وايش ما فيها. اوف والله يبغالها بيبان ورفرف كاملة. اوب يا اللون الاحمر الفخم. طيب نجي هنا نغسل السيارة من الداخل يا عيال، نغسل. يا سلام يا سلام، حركات. طيب بعد تدرون وين نوديها؟ نرجعها الجراج تمام. بعد ما نرجعها الجراج شو نسوي؟ في طريقه الحين بوريكم اياها. نجي عند هذا الله يسلمكم، هذا وشو؟ هذا اللي يفك الصدى اللي في السياره تمام. ولكن قبل كل شيء خلينا نفكك السياره. انا شوفوا هذه بتتغير، بغير كل شيء، بغير كل شيء. الباب ده ما عجبني بغيره، والله الشنطه ما ودي اغيرها، بس يلا كل شيء ابغى اغير، كل شيء من ناحيه زينه وقزاز كل شيء راح يتغير. صدام برضو غيره فكره، ما في صدام ورا اصلا، صار ورا ما في صدام ابد. بعدين اقول لك كذا، شوف يا عيال يقول 1600، اقول له خلاص ما في مشكله، يشيل لي الصدى كله للسياره. يا سلام السيارة طلعت عندنا جديدة ما فيها أي شيء. أوكي الحين وش مهمتنا الثانية يا الربع؟ شوف مهمتنا نرجع هذا محل أول شيء، نخليه يرجع. الحين احنا ما خلصنا من الماكينة صح؟ طيب نجي نسوي كذا، نسوي كذا عندنا. شوف هذه مو موجودة، يا سلام نطلب لنا حبة من هذه. نشوف الحين نواقص السيارة، شوف نطلب لنا حبة من هذه وحبة من هذه وحبة من هذه حبة من هذه وحبة من هذه. أي شيء في السيارة راح أطلبه، أي شيء مو موجود راح أطلبه. والشكمان برضه، بس خلنا نشوف الشكمان ذا مو موجود بالضبط. طيب خلنا نرفع السيارة شوي، أصلا يقول ما تقدر تنزل الشكمان لما ترفع السيارة شوي. بس 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 ودك ناظر. الشكمان يقول ارفع السيارة مرة. خلنا نشيك على السيارة، قبل ما نشيك خلنا نطلب أغراضنا. الشكمان هذا بنطلب كل شيء جديد، برضو علبة الدركسون أو علبة فرامل. هذا وش هذا؟ هذا طيب خلنا شوفه عشان ما نضيع، نروح عند حق الكهرباء يا عيال ونجيب هذه القطعة عشان ما تضيع علينا. تمام بعد ارجع هنا ونجيب هذه برضو حق دركسون، نجيب هذه قربه يا سلام، ونجيب الريديتر يا سلام. هذه قربه جبناها قبل شوي. اوكي نجيب هذه بطارية، نروح نجيبها من هنا بطارية من المتجر حق الكهرب. ارجع هنا بي اس برضو من المتجر حق الكهرب. اوف 900 لبي اس، يا ساتر لي غالي. بس طيب نجي هنا نبدا نركب يا عيال. عندنا هذا الركب اول شيء لبي اس، لبي اس هذا حق الفرامل اللي ما يعرف. قطعة هذه ناقصه. اوكي نجيب القطعه هذه بعد شيء، بس خل نركب بطاريه ونركب الاشياء ثانيه. اوكي يبغالنا برضه حبه من هذه، نركب هذه اللي ورا. يا سلام علبه دركسون، نركب علبه المويه. يا سلام نركب ريديتر برضه. يا سلام نركب علبه دركسون، نركب هذه. يا سلام هذا وش ذا ما جبت انا؟ يا سلام كمبيوتر. اوكي برضه الحين ايش بنسوي يا عيال؟ طيب الحين ركبنا اشياء واجد صح؟ في شيء انا قلت قبل شيء بجيبه اللي هو وشو؟ اللي هو فلتر الهواء. بس قبل فلتر الهواء انا هذه ما عجبتني، افكها بجيب واحده بدالها. انا قلت لكم ابغى كل شيء جديد، كل شيء كل شيء. هذه نجيب واحده، هذه نجيب واحده راح نطلبها. ابغى كل شيء جديد رجاء، امني انا معي سوبرا اكيد اني بركب كل شيء جديد. باقي الارضيه يا ساتر، خير والله العظيم حقيقي هذا. هذا مو عندنا، نعطيه اكس. برضه نروح نجيب هذا من نفس الايباد يا عيال. نجي هنا طقطق ناخذه ونركبه تمام. بعد ما نركبه نجي عند هذه قطعه برضه، هذه طلبناها احنا، اتوقع طلبناها، ولكن هذه اتوقع من حقه الكهرب دامها لها دخل في الاي بي اس تمام. نروح الايباد، نروح للكهرب يا الربع. دقيقه هاك كهرب تحيل. ايوه هذه حقه الفيش، عارفها زين. بس
نركبها يا الربع، نشد مساميرها. هذا حق نظام فرامل، حق مانع الانزلاق اللي يسوي كيف سياره، عرفتوه؟ هذه السيارات الالمانيه موجود فيها هي واليابانيه. طيب نجي، طبعا القطع هذه نفس ماكينه السوبرا ترى، نفس كذا بالضبط. تمام اوكي، نشوف انه صح المبرد طبعا كيف نركبه. نرفع السياره، الحين جاء دور نرفع السياره. يا سلام، المبرد هنا اتذكرني شاريه. مو موجود. اوكي نجيب لنا واحد من الايباد حبيبي، يلا اطلب لي واحد مبرد بنحصله. تدرون وين؟ هنا هذا هو. ايوه يا سلام. طبعا شوف السياره كم خسرنا عليها لحد الان. كان معي 52000، الحين باقي معي 35000 وانا بس في الماكينه. تخيلوا يدافع 17000 بس وانا في الماكينه. طيب الحين المرحله الثانيه، وش المرحله الثانيه؟ لا قبل المرحله الثانيه، الجير نركب الجير، نجيب الجير. يا سلام الجير، وين السلف؟ اتذكر السلف يجي جنب الجير على طول. مستحيل سوبرا ما في ذا تقريبا. هذا هو السلف. ايوه اتوقع مو موجود عندنا السلف برضو. ناخذ لنا سلف يا الربع. نروح هنا طلبنا هذا هو السلف. نجيب لنا واحد ونركبه. شد على مساميره. يا سلام هذا يا سلام يا الفخامه، يا سلام. تمام يا سلام. الحين احس الماكينه كيف بدا يطلع شكله حلو. الان وش مهمتنا؟ مهمتنا نبدا نفكك الارضيه. تمام، لكن قبل ما نفكك الارضيه يا الربع، ركبت الجير صح؟ اوكي نجي نفك الجنط. طبعا كذا نفك الجنط، نعلق عليه. هذا يبي له صدى، والجنوط منتهي يبغى له تغيير. لازم نفكه. قبل ما نفك يا الربع، خلوني احذف الله يسلمكم الاشياء اللي عندي هذه عشان ما الحس وانا قاعد اجمع القطع عشان ما الحس. تمام بعد الله يسلمكم كذا الركب. اوكي تفكيك نبغى نغير كل شيء. شوف شوف شوف، تاشر على الفحمات ما يفك، اشر على الكليبر يقول فك الكليبر اول شيء، بعدين تعال فك الفحمات يا شاطر. ترى والله نفس كذا اي سياره، ترى صدق والله كذا فكها، والله كذا بالضبط. بعدين هذه اذا نبغى نطلع اللي جوا، بعدين هنا في حديده جوا يتذكرها هذه. بعد هذه الربع، هذه يبغى لها صدى. بخاف هنا بالله، بخاف هنا. فكاكين يا سلام، نبدا نفكك الان القطع اللي هنا حبه. نفك المساعد، لا مسمار التوازن اول. اعطى صدى هذا، نفك اللي تحت. بعدها نبدا نفك المساعد. يا سلام نزلنا المساعد. يا سلام نغير كل شيء، نفك اللي تحت الحين. ما يهمني حتى لو عمرها فيه يعني، بس لا ابغى اغير دامها سوبرا نتعب عليها. مسمار التوازن، لا مسمار التوازن فكينا. هذا وش هذا عيال ذكروني. طبعا اقول يا عيال لان بنات مستحيل يعرفون. انا نفهم كل شيء. طيب الحين امورنا حس. طيب نروح للكفر الثاني صح عشان نفك اللي تحت، لازم نفك كل شيء. نروح للكفر الثاني بنفس الحكايه، هذا في صدى شوي نرش عليه. بطريقه نجمه نفس طريقه الربط كذا، ترى الربط يربطون نجمه. يا سلام طلع الكفر يا الربع. نجي هنا طلع هذه، نفك الكليبر اول شيء. فك المسامير اللي ورا، فك المسمار ثاني. يا سلام طلع الفحمات، تشيك سحبنا الفحمات، نطلع الهوب. بعد الهوب نطلع اللي جوا الرمان. بعد الرمان نفك هذه يا الربع، هذه يبغى لها بخاخ صدى، وهذا بخاخ صدى. يا سلام بعد المسمار التوازن، ايوه مسمار توازن. بعد المساعد تشيك الثاني. يا سلام الحين نفك اللي تحت، والله منتهيات كلها. انا حالف اغير السياره من اولها لاخرها. تمام بعد نفك هذه. والله يا عيال تدرون نفس الحقيقه، بالله الميكانيكيين الناس اللي تشتغل سيارات لو مره علمونا، بالله مو نفس الحقيقه القطع والاشياء ذي. طيب الحين فكينا الارضيه كامله. يا سلام يا الماكينه وكاله، الله راحه نفسيه يا اخي اذا شفتها وكاله. طيب الحين وش نطلب؟ طيب عندنا هذه وهذه وهذه وهذه، اي شيء في الارضيه راح اطلبه. هذه لازم نفكها تصدقون. نروح هنا. تمام لا نبغى نطلع، طلع لي اياها بالله. يا سلام فك لي الاول، فك لي الثاني تكفى لانه مخيس. بس يعطيك العافيه. الحين ندخل هنا نطلب كرسي واحد ومساعد، وهذا سمار توازن. اي شيء في الارضيه راح اطلبه. برضو الجنوط مو الحين، نرجع لها بعدين. اي شيء في الارضيه بطلبه، اي شيء. بس هذولي مو في الارضيه. نجي هنا يا الربع الايباد من جديد. اوب عندنا طلبات واجد اليوم. نبدا من تحت، احنا في الكهرباء اتوقع. نرجع هنا نبدا من تحت. هذا واحد وهذا يبغون اثنين، اخذنا اثنين. هذا يبغون اثنين برضه. تمام اوف كشع على اثنين، هذا اثنين. هذا حق البمب حق شو اسمه كليبر وفحمات، اثنين برضه.
تمام، برضو نجي هنا وهوبين، برضو هوبين لهوبات مصدية عندنا مرة. الله يعيننا، بس الأمامية عيال، بس الوجهية، شوف كم صرفنا في الوجهية عيال، ساتر مبلغ قوي والله. أوكي، وناخذنا مساعدين برضو، تمام. نجي هنا ناخذنا ياين برضو، أوه لازم نروح نركب الياي محله. هذه كم واحدة ذي؟ هذه ثنتين برضو، يا ساتر كل شيء اثنين ثلاثة. سمارت توازن اثنين، غريبة ثلاثة بالغلط. أجل هذا اثنين مستحيل ثلاثة، هذا برضو اثنين مستحيل ثلاثة، في محطة ثلاثة. هذه خلنا ناخذ خمسة لأني بركب شيء ورا متأكد. هذا اثنين، هذا اثنين برضو. هذا خير والله إني شريت أشياء واجد، والله إني شريت أشياء واجد. هذا أوب الكمر كامل اللي قدام، بس تخيل شوف كم خسرت الحين على الوجهية فقط. نجي هنا طبعا باقي ما جينا النص، ها لنا طويل. الله يسعدكم، ركب هذه بعدين ركب الله يسلمكم الكمر الأرضي كامل. لا 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 ليه تركب القديم؟ لا لا فكه هذا زبالة. بس ظنكم سيارة كم بتجيب لو ببيع؟ تدرون أقدر أبيعها وأسوي لها تست تشغيل. ربلات الآن حبة حبة نمشي. يا سلام أضبطها، أبغى السيارة وكالة. ركب هذه طيب، يا سلام. هذه ثنتين ركب، شوف حط لي هنا وهنا الجلدة، برضو المسمار هنا، هذه برضو طلبناها جديدة. كل شيء جديد، وجهية كاملة جديدة، كل شيء جديد. وكالة وكالة المساعدات، المساعدات صح، نسينا نروح المكان هذا عيال، ما قلتولي ما قلتولي. ركب هذا مع هذا مع هذا، بس الله ليهينك، بس ناخذ حط ثاني، هذا مع هذا مع هذا، بس ناخذ يا الربع. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ نركب الحين. مساعد هنا، يا سلام مساعد جديد. أوب 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 أوب. والله يا السوبرا صارت فخمة، أخلوك معي في الحقيقة، أخلوك معي في الحقيقة نسيتي وسيدتي. نركب الآن اللي وراء الهوب. أوكي هوب جديد، نركب لي جوا الرمان، بعد الرمان ركب هذه الطويلة ذيك جوا، يا سلام. بعدين نطق لنا الفحمات الجديدة، بعد الفحمات الكليبر، الكليبر لازم نركب له ذيك هي الدفع حقها، يا سلام والله يا ان السيارة طلعت فخمة. بس نركب العمود هذا الحين جديد برضه، الجلدة حقت المسمار توازن ولا ايش هذا؟ باقي هذه، كل شيء جديد يا مدير كل شيء. هذه سوبرا عليها الكلام حبيبي. ركب لا الكفر لا تركب، شوف الكفر ايش راح نسوي، خلي كفرات بعدين بوريكم ايش راح اسوي. تمام خلينا نجي مع الجهه ذي ونبدا الركب. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء نركب الجلده ونركب الجلده الثانيه. تمام ركب هذا بس عشان ما نضيعه، ركب هذا. هذا طالبين جديد حنا، هذا طالبين جديد حنا، وين الجديد وانا اخوك يعني؟ كل ذا التعب اخر شيء تحط لي شيء مستخدم؟ لا 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 ما توقعتها منك. ركب جديد حبيبي، ابغى السياره وكاله، ما ابغى فيها ذره خراب، ابغى ليش تري يقول يا ساتر السياره ذي حقت استخدام مو سياره طبيعيه. بس الحين ركب لي جوا يا الربع، ثواني ركب الرمان الداخلي، الرمان الداخلي هذا لو خرب ترى يعلق كفر يسوق كذا، يا سلام. ونركب هذه، بعدين نركب الفحمات الجديده والكليبر الجديد مع البمب حقه، يا سلام. ونشد مساميره، باقي هنا الله يسلمكم هذا ما ركبناه، بس بعدين نركب المسمار هذا ونربط عليه. بعدها يا جماعه خير مساعد تونا شارينا جديد، اوب 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 100%. بس 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 المسمار هذا الطويل، والله يا السوبر النص طلعتي فخمه. الكفرات نخليها في الاخير. طيب خلصنا الوجهيه، اتوقع خلصنا الوجهيه، ما في شيء ناقص هنا غير الكفرات. بس 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 بس, بس. كل شيء تمام، اتوقع في شيء تمام يا الربع. طيب الكفرات ايش راح نسوي دامنا خلصنا الوجهيه يا الربع؟ الكفرات شوفوا ايش راح نسوي، راح نروح الله يسلمكم هنا، شوفوا اقول لكم واقعيه، ريل ايه هذه ريل. نجي هنا نقول الله يسلمك، فك لي، ناخذ المقاسات عندنا ونسجلها في الدفتر يا الربع. تمام شوف الحين ناخذ الكفر، ركب الكفر الثاني، قول له طلع لي الكفر الله عليه، اصلا منتهيه كلها خربانه، كلها من اولها لاخرها خربانه. ناخذنا جنوط وكفرات عليها الكلام. طيب تسمون خلصنا صح؟ شوفوا نجي هنا نشوف حجم الكفر، 19 30 265 خلينا نحفظها عشان بنجيب نفسها هي والجنط. طيب هي والجنط يبغى لنا الان اربع جنوط، هذه جنوط السوبرا؟ هذه جنط السوبرا؟ هذا هو دامنا طلعناه قبل شوي، هذا هو. طيب نطلع الايباد يا عيال، بعد ما نطلع الايباد وين نروح؟ شوف 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 الترتيب، ها شوف نروح اول شيء الكفرات، ناخذ لنا كفر عليه الكلام تمام، مقاس تمام وكل شيء تمام، ولكن نبغى شيء وطيته حلوه. راح نركب اي شيء حبيبي، عطنا رقص واحد يا ابوي.
لا لا حمزة حمزة. طيب بنركب هذا تمام، لان السايز الحين اذا حطيناه بيختلف، اللي هو السايز 19 سعره غالي بيكون 265 تمام، على الله يسلمكم 30. هذا السعر الله يسلم كفر واحد، نبغى اربع كفرات 3120 طقه واحده، هذه الكفرات وخذناها تمام. بعد الله يسلمكم نسوي كذا برضو، نروح ناخذ لنا جنوط. الجنوط راح تكون غاليه شوي، ولكن يبغانا نشوفنا نفس الجنط بالماركه حقته. هي ماركته نفس هذه، نفس الماركه هذه الربع، تبغانا نبحث عنه. ايوه هذا هو الجنط يا عيال. الجنط كم قاسه؟ 19. نبغى لنا اربع حبات، مقاس 19 تمام، الايد صفر تمام. بس خذنا الحين اربعه، نروح الحين الله يسلمكم نطبقهم هنا تركيب طيب مع الكفر. يا سلام ركب، شوفوا في ترصيص. خلصنا ده، نروح للترصيص نرصص. يا سلام ناخذها يا جماعه الخير، برضو نضيف الكفر ثاني. يا سلام لازم يطلع مزبوط. يا عمري الكفر، ونركب الكفر الثالث مع الجنوط الجديده. خلاص الجنوط هذه نرميها حبيبي، اذا قلنا سوبرا نقول سوبرا زي الناس، ما نحط تلفيقات والاشياء ذي. يعني معقوله ممكن السوبرا تكلف 50,000؟ مستحيل، 50,000 بس تجديد والله كثير. هي في الحقيقه بتكلف 300,000، 300,000 400,000 تمام. نجي هنا شوف الترصيص اللي يرقد راحوا الكفرات، شوف نفس الاسلوب. شوف تجي هنا تضغط دي تركب المسمار، بعدين تروح لهذه تركب. شوف رصصنا الاول نشيله، ركب الثاني نرصصه هنا هنا هنا، نشيله نركب الثالث برضه السريع. بس نشيله ركب الرابع برضه. يا سلام نشيله يا جماعه الخير، الحين عندنا اربع كفرات زي اللهب. تركيب، نشوف شكل الجنوط الجديد. طبعا اذا جيت تركب حتى في الحقيقه يا الربع، شوفوا تركبوه بشكل نجمه، من هنا بعدين هذا بعدين هذا بعدين هذا بعدين فوق. هذه التركيبه السليمه، ترى مسجله في دفاتر الوكاله كذا تمام. تركيب طيب، نجي هنا. يا سلام، بس اوكي كذا اشوف الوجهيه كامله منفوضه من فوق لتحت، اشوف تمام التمام كذا. الحين وش باقي؟ باقي الوسط يا الربع وباقي الخلفيه. طبعا اكيد الوجهيه راح تكلف اكثر، ولكن شوفوا خلينا نبدا نفكك هذه. شوفون هذه ما منها ما منها فائده، نشيلها تمام، نشيل كل شيء ورا موجود. لازم نشيل كل شيء في السياره. بعدين نشيل الكليبر. صح في شيء ذكر. شوفوا قبل ما نبدا يا جماعه الخير، نروح هنا اذا جر اللي بيلعب اللعبه بعدين نحذف الاشياء اللي حطيناها عشان ما نتلخبط، ان خلصنا الوجهيه باقي الخلفيه. نجي هنا نشيل هذه، نجيله صدى. ما فكت كليبر انا. طيب اوكي، كيف ابغى افك هذه؟ ما اقدر، يقول فك الكليبر. اروح افك الكليبر، فك ذا بنوره، بعد اطلع بعد افك هذه. اوب الثانك الوسخ، بعد افك هذه، بعد الله يسلمكم فك. لا دقيقه، في شيء جوا الرمانه، الرمانه بعد هذه تطلع معنا على طول زي اللود نسميرها. طيب نجي نفك هذه برضو، برضو نفك الربا اللي ورا. بس بعد نطلع هذه كاملة، والله نفس الحقيقة يا عيال. انا بخاخ صدى ونشيل المسمار من فوق، بعد نشيل المساعد، نفك المسمار عنا. بعد الله يسلمكم فك هذا ونفك الثاني. بس بعد الله يسلمكم فك مسمار التوازن الصغير هذا، حط عليه بخاخ صدى طلعناه. يا سلام اللي فوق، يا سلام نفك هذا برضو نطلعه، نفك الربلات هذه. يا ساتر خلفية هذه السوبرا، كل هذا في السوبرا ورا. طيب لا هذا اللي فوق، هي صح والله نفس الحقيقة يا عيال، نفس الحقيقة. طبعا انا ما قد درست ميكانيكا ولكن خبرة، فهمتوا يعني؟ مو خبرة ذيك الخبرة، لكن شيء حلو يعني. طيب نجي الله يسلمكم نفك، لا اللي تحت هذا جرى صدى عشان نفكها. اوف اوف والله يبغى له ديفرنس جديد. ارضيه كل ارضيه بنفضها. ظنكم كم تجيب لو ابيعها؟ فك الربله ذي والربله هذه عشان نفك هذه. لازم نروح الجهه الثانيه، بس خلصنا الجهه ذي، نروح الان للجهه هذه. هذا اعطيه بخاخ صدى. كيف كيف الحمد لله معنا 50,000 ولا، والله اقسم بالله ناكل تبن والله. احس غاليه مره ها؟ طيب اول شيء يا الربع نفك الكليبر.
ونفك اللي تحت بس بعد نفك الفحمات بعد الله يسلمكم نفك هذا خلينا نفك هذا على طول هذا اللي طويل هذاك اللي جوا شوف تطلع رسمته تحت يسار تشوفون ماركات حقته نفك الرمان اللي جوا رمان بلي هذا نرش عليه الصدى يا سلام نفك هذا اللي فوق هذا اللي فوق طلعنا هذه اللي فوق نروح نفك ثانية بس نفك هذه والله يبي نطلب اشياء كثير يا عيال طبعا شفتوا الحين القطع ذي اللي تفككت درونا اروح ابيعها في النهايه وتجيب الفلوس فوق بعد سياره مساعد بعدين هذا والله نفس الحقيقه يا عيال بعدين هذا يا سلام بعده يا الربع ايوه نفك هذه اللي جوا هذه يبغى لها بخاخ صدر رش عليه بخاخ يا سلام طلع لي ثاني ذا اللي هنا بس 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 شلنا كل شيء اوكي هذا نشيله باقي هذه بعدين هذا لا هذا لا هذا الربع لا معليش والله بخف صدى يا سلام بعدين هذا الكبير بم 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 والله يفككنا في السياره واجد هذا نشيله بعد الدفرنس خلاص مع الكمر خلفي كامل مع التانكي برضه التانكي ما عجبني انا ابد يا سلام خلفيه الحين يا عيال ما فيها ولا شيء وش راح نسوي ندخل هنا يا الربع ونطلب كل شيء للسياره الخلفيه هذه بعدين الجنوط عندنا الجنوط اصلا بس بس هذه 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 لما نوصل شو اسمه اتوقع حطينا الدفرنس صح شو كمان الخلفي طيب شوف ما في مشكله نخليها كذا تمام نروح نطلب الان بطلب بجيكم ثواني شوف كل واحده ثنتين والله كل شيء اثنين كل شيء اثنين اوكي فحمات برضو ناخذنا فحمات لان الفحمات احسها مهلوكه اللي قبل او هذا البمات انا اسميه بمب ترى بس ما ادري شو اسمه هو انا والله اسميه بمب كليبر هو ولكن القطعه اللي جوا اسميها بمب انا ليه بمب ما ادري احسها كذا تسوي بمب للفحمه يعني التسميه هذه من راسي هذه يبغون اربع حبات يا شيخ اللي بيشتريها هذا بيستانس يقول ايش ذا السياره ذي وش السياره ذي اللي ما فيها ولا خراب لا تخافون ما راح اركب ولا شيء مستخدم بس الحين نجي تركيب اوكي بعده كذا ايوه يا سلام نبدا نركب الدفرنس الدفرنس ما اخذناه نروح ناخذه من جديد بالايباد اخر شيء اوب 600 جيب جيب طيب الركبه يا الربع بسم الله اوبا هذه مو موجوده خلينا نجيبها من الان كم ما نتوهق برضو هذه مو موجوده جيبها من الان كل شيء نجيبها من الان عشان ما نتوهق والله هذه نركبها اوكي باقي هذه القدام اوكي شاريها يا سلام حلو شاري حتى ذي جديد يا سلام خل نركبها والله السيارة طلعت وكالة تخيل لحد الان دافع فوق 27,000 على السيارة ذي بس طيب نروح هنا ركبنا ربلات جديدة ونركب ثانية برضه جديدة هنا يا سلام كل شيء الحين نركب ذي لا 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 يا ابوي لا لا يا ابوي هذه زبالة زبالة هذه زبالة انا حالف ما يركب كل شيء الا وكالة جيب واحدة جديدة حبيبي راس مالها 110 وجايب لي قديمة لا يا ابوي ركب الرمان الداخلي ركب كل شيء هنا هو الهوب الماسوره ذيك الطويله تجي هنا من ورا الحين باقي مساعده هذا ما ربطته اوكي باقي مساعده ثاني خلينا نركب اللي ورا ثاني صدقوا ما طلبت خلينا نركب هذه اثنتين جديده يا سلام طيب نركب مساعد الجلد اللي هنا حلو ركبنا الاولى والله طلعت وكاله حق المساعد الحين ركب لي اي تسمونه هذا ياي ولا ايش انتم انا اسميه ياي والله الكرسي حقه طيب نركب فحمات بعد فحمات ليبر دقيقة لا في شيء وش فيك حبيبي ميكانيكي خبرة هنا في شيء هذا ركبها بعد يا جماعة الخير ركب هذه ركب لها ثنتين وتقول جت ثانية بتكون ناقصة مرة والله بتكون ناقصة ركب الربلة ونربطها من هنا تمام بعده ركب الكفر اللي جبناها الجديدات ذيك يا سلام يا سلام طبعا اسحبوا على طريقة النجمة كلكم ما شفتوا ها طيب اتوقع ان هذه الاشياء كاملة كلها ما في شيء ناقص نشوف شيء اشر على انه ناقص لا 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 بس تانكي الحين ركبه تانكي طالب انا تانكي وين التانكي وين التانكي يا شباب طبعا بعد التانكي شوف اعرف حركات تركب تانكي يقول لك جيب طرمبة شوفون شايفين طبعا الطرمبة وين نحصلها اكيد في الكهرب روح الكهرب اذا والله مو موجودة في الكهرب حطينا مع القطعة يلا ما في مشكلة شوفوا كم دفعنا فلوس يا ساتر تمام بعد الله يسلمكم نجي للجهة على اليسار نجي من هنا تركيب يا سلام نبدا بالدبه هذه موجوده نطلب لنا واحده والله ين اقسم بالله ضبناها من الى باقي ترى تحسبوا خلصنا باقي الخارجيه باقي البويه هذه يبغى لها طلب واحده نحذف الاشياء اللي طلبناها قبل والله كل شيء وكاله والله ما عاد ودي ابيع السياره ركب مساعد لا 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 حبيبي لا 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 طيب ركبتها فك اصوم افطر على بصله ليه يا حبيبي اجيب لي مساعد ثاني جيب لنا مساعد ما ورانا شيء مساعد وينك حبيبي وينك قبل نقوم ساعد ساعد دوسري اوكي
حلو. هذه مضروبة، نجيب لنا واحدة ثانية برضه. يبغى لنا ربلات، ربلات يبغى لنا. انا ربلات يا الرب. طيب تدرون شو نسوي؟ نسوي كذا، ثواني نقرا كل شيء. طيب نقرا اسمها، اتوقع اسمها واحد، ثواني نشوف ممكن هذه تركب، ممكن ممكن نجرب. ايوه تركب، يا سلام. فنطلب ثاني، ما في شيء مستخدم راح يركب في السوبرا دي. اوكي لا باقي باقي. عطنا جديد واحد، الله يسعدك. طيب هذا اتوقع اني ما طلب. ما طلب. يبغى لنا تصدقون. حلو حلو فيه. هذا هو سميل سمول، صغير صغير سمول. راح نطلب لنا واحد سمول. اوكي هذا يبغى لنا واحد برضه، راح نطلبها كلها. بس كل شيء جديد. بس نجي هنا، يا سلام نركب هذه. والله بدأت تخلص السوبر يا جماعه الخير، تحمست اشوفها. تانكي تانكي، نسينا نركبه، بس خلينا نخلص من هذه اول شيء. نركب الرمانه برنجات حق الشرقيه. ركب هنا بعد الفحمات. لا 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 حبيبي، انا ما احب اصوم افطر على بصل، الله يسعدك. يا تجيب لي شيء زي الناس ولا لا تجيب؟ يا سلام 100% ابي. ظنكم يا عيال بعد ما خسرنا المبلغ ذا كله؟ طبعا السياره شاريها انا ب 11000 من التشليع او ب 12000. هون ما في شيء، خلاص نركب فر. طريقة النجمة، طبعا هذه مو طريقة النجمة. طيب وش بقى ظنكم؟ تركيبة هنا طبعا. في شيء الحين بنسويه حنا. اوكي ركبنا طرمبة. شوف في شيء نسويه اللي هو هذا، شوف يعلمنا اذا في اشياء ناقصة يعلمنا. شوف هنا في شيء اتوقع طلع لي ناقص. هنا يعلمني الجديد اللي مو جديد. يا سلام، شوف الحين قاعد يقول لي الارضية كلها وكالة خضراء، اذا طلع برتقالية معناها الارضية ترى مو جديدة، الله يسعدك. يا سلام، الحين ايش باقي لنا؟ باقي لنا الله يسعدكم. شوفوا وانا اصدمكم بالواقعيه ولا ما اصدمكم؟ تفضل يا رب، افك الغطاء واصب الزيت. ايش تبون اكثر؟ بالله ايش تبون اكثر؟ بالله مو قويه. لين يمتلي، شوف هو يرخي الحالة. شوف الحين بيمتلي. شفتوا بدا يشرق، بعدين اقله واروح هنا وافتح حق المساحات واعبيه مويه. شيء جبار. شوف عند ماكس ها؟ بس تمام؟ طيب الحين الزيت، زيت المكينة تخيل ركبنا بالله 30 دبليو 10 او 10 دبليو 30. شوف ارخى يعني ترى الزيت تمام. اوكي بعد وين نروح هنا نعبي الريديتر مويه. والله السيارة صارت فخمة. بس بس الحين ايش عب؟ باقي زيت شو اسمه الفرامل، علبة الفرامل هذه. شباب شوفوا خط الماكس ترى قدامي، تشوفونه؟ طيب اوكي الحين باقي لنا وشو؟ باقي لنا نشتري كل شيء مخصص للزينه. طيب نجي هنا يا الربع على الكمبيوتر، بعد ما نجي على الكمبيوتر نرجع باك تمام، بعدها نروح هذه ندور السياره. طبعا مغيرين في اسمها اتوقع عشان الحقوق، ما في شيء نفس الاسم، ولكن السياره هذه اتوقع هذه ممكن نجيب هذه. شوف هنا هذه، اي والله هي. الله يا السوبرا، يا سلام. طيب نرجع نجي يا الربع نشتري كل شيء، كل شيء مخصص لزينة السوبرا نشتري، بيبان كل شيء، قزاز. طبعا بتكون مكلفة ولكن عادي طز. شوف يغيرون ترى اسماء الشركات يا عيال عشان الحقوق. هذه صار خذنا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اوف اوف والله كلفت تكلفة مو طبيعية. طيب نجي الحين نبدا الركب. صدام جديد، عطنا صدام. انارات جديدة، عطنا انارة برضو، عطنا انارة هنا، وعطنا الكبوت. يا سلام عطنا الرفرف. لا 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 حبيبي، لا 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 لا، هذا قطة في زبالة لا عاد اشوفه. عطنا الرفرف، عطنا الرفرف اللي هنا، وعطنا الباب الجديد. توقعون بيتغير الجناح؟ والله ما ودي. يا الله اخ ما ودي يا عيال، ما ودي. حلو الجناح، روح اشوف لي جناح. اقدر اشتري؟ اقدر اشتري جناح؟ بحث لي عن جناح. لا ما عجبتني دي، ابغى لي. هذا ابو جناح، والله بشتريه. معليش معليش، ابو جناح فخم يا اخي. فك الشنطه، الله يعوض. عطني ابو جناح، الله يهين. ايوه شوف الجناح كيف. ايوه الحين اقدر اقول سوبرا هذه، اقدر. الجناح ما تنبغى. يا سلام مرايه، قزازه قدام. اوكي والله بدها تظبط يا عيال. ربي مين؟ يا سلام يا سلام، مرايه يمين. يوب اوب 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 اوب. طيب بعد الله يسلمكم المراتب. طيب نروح الايباد، نرجع ورا. مراتب منين نجيبها؟ والله اني نسيت. وين هنا؟ لا اتوقع من هنا. لا ولا ابو هنا. هاي هنا هنا. اوكي هذه واحده، وهذه نشتري منها ثنتين. بس كذا طبقنا المراتب بشكل كامل، نحط لنا من هناك. والله ما عجبني الدركسون هذا، هنا متقشع. كيف اجيب لك دركسون الحين احلى منه؟ طيب نجيب لنا دركسون يا شيخ، في واحد حلو.
ابغى كل شيء جديد. انا قايل لكم والله لدلع السوبرا. الحين عيال تجربه التشغيل ظنكم تشتغل؟ كل هذا التعب ظنكم تشتغل؟ واو لو ما اشتغلت بنهبل. بس قبل ما تشتغل ناخذ يا جماعه الخير بدينا نخلص نوديها عند حق البويه. الله ان شاء الله تمام. طيب وش نحط بويتها؟ نفس اللون احمر. نشوف نفس اللون لانه عشان بتجيب سعر لو حطيناها نفس اللون. ايوه صبغه نفس اللون. با 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 السوبرة طلعت جميلة يا عيال. اشوا يقطع ام الفخامة. شوف الدبة تتوقعون كم تجيب؟ اوه ماي جود 106,000 مكسبي فيها كم؟ 95,000 يقول مكسب. عز يا السوبرة عز. خلوا ودي المغسل يمكن تجيب اكثر. يمكن هم من حق الحسا يحبون يغسلون كذا. يزعلون علي حق الحسا. ايش قصدك؟ لا تونا راشين ما نغسل. نغسل السيارة من جوا. اوف 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 اوف. ايش رايكم بالله بمنظر السياره يا جماعه الخير؟ تخيلوا لي ساعه ونص اسجل عشان بس اجدد سوبرا. اوبا. طيب تدرون في مرسيدس نفس القطع حقت مرسيدس، في سكايلان، في سيارات فخمه نبيعها. نبيعها 106,878 ويلكم. الى هنا يا جماعه الخير وصلنا لنهايه مقطع اليوم. لا تنسى تضغط اللايك وتشترك في القناه، واذا عجبك مقطع اليوم خبرني تحت في الكومنتات. اشوفكم الله في مقطع جديد. سلام عليكم.